السلام عليكم يا شباب، رجعت لكم بمقطع جديد وحلقة جديدة. واليوم الزغاية سوف أشرح لكم كيف تحكي لعبة ترافيك ريسر عبر برنامج اللاكي باتشر. وهي اللي نبدأ بشرح حلقتنا اليوم. نقوم بالدخول إلى تطبيق اللاكي باتشر، نقوم بالضغط على خيار اللعبة، ونقوم بالضغط على فتح قائمة باتشات، ونضغط على إعادة بناء ملف الـ APK، ونضغط على إعادة بناء تطبيق، ونضغط على علامة الصح في خيار الثاني، ونضغط على إعادة بناء. حسن زقي، لما تتم معالجة ملفات اللعبة سوف أرجع لكم. تم تهكير ملفات اللعبة بنجاح. الآن سوف نقوم بالضغط على انتقال للملف، ونضغط على إلغاء التثبيت والتثبيت. والآن سوف نقوم بالضغط على نعم، ونقوم بالانتظار حتى يقوم بإعطائنا نسخة مهكرة من اللعبة. وهكذا أعطانا النسخة المهكرة من اللعبة، سوف نقوم بالضغط على تثبيت. تم تثبيت اللعبة بنجاح. الآن سوف نقوم بالضغط على موافق، ونقوم بالخروج من تطبيق اللاكي باتشر، ونقوم بالدخول إلى اللعبة. دخلنا اللعبة يا أصدقائي. الآن سوف نقوم بالضغط على اللعب، ونقوم بالضغط على متجر زيادة الأموال في الأعلى، ونضغط على أكبر كمية من المال لدينا وهي 1,500,000. نقوم بالانتظار شوية. وكما ترون أصدقائي، لقد استطعنا إضافة الأموال في اللعبة. لدينا الآن 1,500,000، ونقدر نقول أن تم تهكير اللعبة واستطعنا نجيب الأموال. كما ترون قدامكم، فإن اللعبة اتهكرت معنا وجبنا الفلوس. الآن لقد عملنا حفظ عملية الشراء، ونضغط هكذا بس نقوم بزيادة أكثر عدد من الأموال لدينا. حسنا أصدقائي، إلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم. إن شاء الله نستفيدوا من الحلقة، ولا تنسوا تدعمونا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة. وألقاكم في فيديو آخر وتهكير آخر، ومع السلامة.